more effects than S of N. Have you got money? يعني الاول الخليقه كان بيتكون من الريبوسوم الار ان اي بس وبعدين لما تكون البروتين تدخل في التركيب يعني هو الاول عمل ريبوسوم الار ان اي نفس فكره الفيروس الاول ريبوسوم الار ان اي فيروس وبعد كده جت الدي ان اي فيروس مش كده؟ برضه جاوب منطقي انت في جايزه السؤال بيقول ايه العلاقه ما بين الدي ان اي والكروماتين والكروماتيد والكروموسوم اللي لو عرفناهم يبقى احنا عرفنا مين ولا مفيش علاقه في علاقه ايه بقى العلاقه بينهم مع بعض They are the same in different forms. يبقى لما تسمع كلمة DNA، تسمع كلمة كروماتين، تسمع كلمة كروماتين، تسمع كلمة كروموسوم، يبقى they are the same in different forms. سهل التعبير؟ أوكي. يبقى DNA بيتحول إلى كروماتين. امتى اقول على الدي ان اي ان هو كروماتين اذا تفاعل مع البروتين تفاعل مع ايه مع البروتين اسميه ايه كروماتين امتى اقول على الكروماتين كروموسوم اذا حصل له كوندنسيشن اثناء السيل ديفيجن وبعدين امتى اقول على الكروموسوم كروماتين إذا حصل له decondensation بعد السيل ديفيجن. أنت أقول على الكروماتين دي إن إيه؟ إذا شلت منه بروتين. طب ما إيه الكروماتين؟ واحدة. لو كنت باوصل في الكروماتين. تقول يا بيكو. كنت هتقول؟ طب معلش. يبقى دي إن إيه؟ تسجنون في اسم الكلمة. الكروماتين والكروموسوم لو شفتهم في الباثولوجي او في الهيستولوجي او في السيتولوجي لكن الكروماتين لو كانت نون ديفايدنج سيل بسميها انترفيز نيوكليس انت اقول عليه الكروموسوم لو كنا في الميتافيز اثناء الديفيجن ليه الكروماتين تحول بقدره قادر الى كروموسوم مفيش حاجه جديده خالص دخلت عليا كل اللي عملته ان انا عملت الدي ان ايه حطيت معاه بروتين فتحول الى كروماتين عملت كوندنسيشن لهذا الدي ان ايه اللي مرتبط بالبروتين فتحول الى كروموسومز او كروماتيدز اوكي لو قلنا خليتين خليه اخذناها من السكن وخليه اخذناها من البنكرياس هل الدي ان اي اللي موجود في خلايا السكن هو نفس الدي ان اي اللي موجود في البنكرياس طب هل الكروماتين اللي موجود في السكن هو نفس الكروماتين اللي موجود في البنكرياس هل البروتينات هل الكروموسومز اللي موجوده في خلايا السكن هي نفس الكروموسومز اللي موجوده في خلايا البنكرياس يس لو قلنا ان ده كروموسوم افتراضي بيتكون من 4 سيجمنتس ونفس الكروموسوم موجود في خلايا السكن هيبقى بنفس الشكل الاجابه يس لو قلنا ان دي عليه جينز هل نفس الجينز دي هي نفس الجينز اللي موجوده في خلايا السكن الاجابه يس طيب خلايا البنكرياس بتقوم بوظيفه ايه زي ما انتم اتفرجتوا معايا كده ان هي بتقوم بوظيفه انسولين سكريشن يبقى ده الجين اللي مسؤول عن الانسولين اللي هو لونه احمر موجود في خلايا السكن زي ما هو موجود في خلايا البنكرياس
لكن في خلايا البنكرياس هل الجين بتاعي أكتب؟ أمال الجين اللي مسؤول عن الميلانين بقى إيه؟ يعني خلايا البنكرياس في أي وقت من الأوقات ما تقدرش تفرز ميلانين، ولا أقدر أجبرها إن هي تعمل أكتيفيشن للجين الميلانين. هي مخلوقة كده إن الجين اللي مسؤول عن الإنسولين هو الأكتف، والجين اللي مسؤول عن الميلانين الميلانين أكتف. ففي خلايا السكن هيبقى العكس. عايز اقول لك ان اي خلايا في اي وقت من الاوقات فيها مجموعه من الجينز الاكتف ومجموعه من الجينز. لما تكتر الجينز الاكتف اسمي الخليه بتاعتي ايه؟ اكتف سيل. ولما تكتر الخلايا الجينز اللي مش اكتف زي ما انت شايف الجزء اللي مش اكتف بقى كوندنسل بقى ايه؟ اسهل طريقه بتلجا ليها النيوكليس علشان تعمل انكتيفيشن للجين ان هي تعمل له ايه؟ كوندنسيشن. علشان تضمن ان الجين في المكان ده يبقى ايه؟ يبقى مش اكتف. يبقى اي خليه اشوفها في اي وقت لازم الاقي فيها جزء اكتف والجزء الثاني جين اكتف على مستوى الدي ان ايه. امال على مستوى الكروماتين ده لو كنت انا بتكلم عن الدي ان ايه هي وصل وصفتها دي. لو كان على مستوى الكروماتين اقول ايه على النيوكليس بتاعتي؟ برضه نفس الكلام، اقول فيها جزء اكتف كروماتين والجزء الثاني. طب اعرف ازاي الاكتف كروماتين من الانكتف كروماتين؟ اكيد كوندنسيشن. يبقى الانكتف كروماتين هيبقى ايه؟ كوندنسي. لكن الاكتف كروماتين هيبقى نون كوندنسي. خلينا نون كوندنسي دلوقتي. يبقى في اي وقت هلاقي في عندي جزء كوندنسي والجزء الثاني اكستندد. الجزء الاكستندد بسميه يو كروماتين. بسميه ايه؟ يو كروماتين او جود كروماتين او اكستندد كروماتين او اكتف كروماتين. طب الجزء اللي اكتف هيبقى كوندنسد كروماتين. هيبقى ايه؟ كوندنسد كروماتين. يبقى اي خليه هشوفها في الانترفيس. يعني ايه انترفيس؟ يعني نون ديفايدنج سيل. يعني ايه؟ اي نيوكليس هشوفها في الانترفيس هلاقي الكروماتين عندي نوعين، يا اما يو كروماتين يا اما التيرو كروماتين. اعرف ازاي ان الخليه بتاعتي اكتف او انكتف؟ لو كان اليو كروماتين هو اللي غالب يبقى عندي كميه كبيره من الجينز شغاله يبقى الخليه بتاعتي. لو كان اليو كروماتين هو اللي غالب يبقى الخليه بتاعتي ما بتفتحش الجينز بتاعتها، السلم بتاعها دي كلها ما بتفتحش الجينز كلها، تفتحي على الاقل اقل ما تقدري. يبقى الخليه بتاعتي الهيتيرو كروماتين اكتر ولا اليو كروماتين؟ اكيد الهيتيرو كروماتين اللي هو الاكتر. النيوكليس بتبان باللايت مايكروسكوب ولا ما بتبانش؟ بتبان. وعلشان التعبير ما ننساهوش هي الحاجه الوحيده اللي بتبان تحت اللايت مايكروسكوب، واللي من خلالها بحدد شكل الخلية. يعني ايه؟ يعني لو كانت النيوكليس بتاعتي فلات يبقى الخلية بتاعتي فلات. لو كانت النيوكليس بتاعتي راوندد يبقى الخلية بتاعتي كوبويدا. اما لو كانت النيوكليس اوفل دول الثلاثة مين فورمز او شيب للنيوكليار. يبقى ممكن تكون فلات نيوكليس يبقى سكوري سيل او فلات سيل، ممكن تكون راوند طبعا راوند يعني سفيريك يبقى الخليه بتاعته كوكويدا. اما لو كانت اوفر يبقى اكيد الخليه بتاعتي كولامبر. لكن احيانا تكون النيوكليس بتاعتي لوبيوليت نيوكليس او كيدني شيب نيوكليس او سنيك شيب. شيب طويله ازاي؟ بسميها سنيك شيب نيوكليس. طب وده ايه؟ فرق بين الاوفل والسنين.
تربية يعني ايه الفرق بين ودي ولا قصدك ايه واضح الفرق بكتيريا اللوبيوليت في النيوكليس بس علشان فاهمين ان التامين كتير جدا في ال هي كده راوند النيوكليس بعدين حصل لها لوبيوليشن صعبه الحكايه طب تعرف انا بص على البالونه دي كانت بالونه قويه زي دي صح بس عملنا لها ايه لوبيوليشن بسمها لوبيوليت يبقى هنا الهواء اللي هنا هواء زي ما الكروماتين اللي هنا واحد لكن هنا انا عصرت دي علشان تعملي لوبيوليشن نفس الكلام هنا فبسميها لوبيوليتد نيوكليس لو تلاحظ معايا كده احيانا يطلع من البالونه بتاعتنا لوبيول صغير بالشكل ده منفصل صح؟ بعد ممكن النيوكليس بتاعتي يطلع لها لوبيول صغير بالشكل ده بنسميه درامستيك وهناخده في المحاضرات الجينيتيك بس عشان خلصنا من الحكايه يبقى ايه الاشكال اللي ممكن تعملها في النيوكليس ممكن تكون راوند او سيريكال اوفر فلات كيدن شيب لوبيوليتد او سنيك شيب او سبيندل شيب نيوكليس اشكال كتيره خالص بتهمنا في ايه؟ بتهمنا في ان انا ممكن احدد شكل الخليه يعني الخليه بتاعتي لو كانت نيوكليار بتاعتي فلات يبقى اكيد بتكلم عن سيرفس مش كده؟ لو كانت النيوكليار بتاعتي راوند بالشكل ده فانا 100% بتكلم عن سكريتوري سيل لان كل السكريتوري سيلز او معظم السكريتوري سيلز بتبقى كوبايدال سيل لو كنت بتكلم عن السيرفس سبيسيه في السكريتوري سيستم او في الجاسترونتستاين تراك يبقى انا بتكلم عن اوفر نيوكليار لان السيلز بتاعتي في الاماكن دي بتبقى غامره سيلز اوكي؟ السنيك شيب سيلز او الخلايا النيوكليار فلات دي اكيد دي سموث ماسل سيل ايه؟ سموث ماسل سيل لو كانت الخلايا بتاعت لوبوليت فانا اكيد جوه البلاد بتفرج على خلايا فين؟ في البلاد الخلايا لما الاقيها مالتي لوبيول احنا عرفنا بقى يعني ايه مالتي لوبيول فاكرين البالونه طبعا ها؟ يبقى انا بتكلم عن خلايا اسمها نيوكليس اما لو كانت باي لوب نيوكليس يعني النيوكليس عباره عن تو لوبيولز بس يبقى انا بتكلم عن خلايا اسمها ايزينوفيلك سيل لو كنت بتكلم عن كيدني شيب سيل فانا بتكلم عن طبعا دي خلايا موجوده فيه عايز اقول لك ان من خلال شكل الخليه من خلال شكل النيوكليس بحدد نوع الخليه عشان كده شكل النيوكليس مهم جدا في السيتولوجي وفي الهيستولوجي هل الخلايا بتاعتك كلها فيها نيوكليس واحدة؟ لا ده في خلايا مفيش فيها زي RBCs والبلاتلتس لكن في الغالب يكون فيها ايه؟ نيوكليس واحدة لما الاقي نيوكليس بالشكل ده اقدر ارسم الخلية من خلال الفقر احيانا النيوكليس تبقى ايه؟ احيانا الخلية تبقى ايه؟ باي نيوكليتد سيل يعني فيها تو نيوكليات فيها ايه؟ فيها تو نيوكلياي هنا عايز اسال سؤال عشان الناس الماديه تجاوبني عليه المره اللي جايه. هل الخليه اللي فيها تو نيوكلياي دي هم خليتين اتحدوا مع بعض ولا خليه كانت بتنقسم وتستلم؟ هي كانت بتنقسم وتستلم. يعني الخليه كانت بتنقسم بعد ما انقسمت الى تو نيوكلياي كده قالت والله ما انا مكمله بس كده. يا راجل راجع خلينا كده بايه؟ ولا هي خليتين كانوا خليتين وبعدين لهم فانكشن بتاعتهم هتبقى احسن لو اتحدوا مع بعض. مش ممكن نظريتين ما هو الحل الوسط ده سهل هو دايما يعني قلت لكم انا معلومه دي كده دايما في فئتين فئه في اليمين وفئه مش بعرف سيبوها في النص بتاعت الحاره يعني هو خلاص بدل السن اللي هتجهز في ان انت تعمل ديفيشن هي بتعمل مفيش حاجه اسمها كسر اه صح هي خليتين واتحدوا مع بعض يعني انت مؤيد النظريه دي الحمد لله
طب ايه رايكم بقى ان احيانا الخليه فيها اكتر من 50 نيوكليس؟ يعني ايه هتنقسم 50 مره وكل مره تكسر؟ يعني ايه اول مره كسرت فبقت فيها 2 نيوكليار وبعدين جيت تنقسم مره ثانيه فبقوا 4 نيوكليار؟ لا والله ما هو ممكن احنا بنزيل راس عواقع يعني مش بهز الراس لا مش منطقيه خالص دول خلايا بتهز او بتعرف ان الفانكشن بتاعتها هتبقى ماكسيمالي لو حصل اتحاد كونفدرالي زي امريكا كده ما هي 50 ولايه كل ولايه ولايه دستورها وقانونها اللي بيتحدوا مع بعض قوة مشتركه كده مش احنا عارفين عن كده ولا نكونش في السياسه يبقى اذا الخلايا دي متحده مع بعضها بيحصل فيوجن للخلايا زي المصل سيل حكي المصل سيل السكليت المصل بتبقى اكتر من 10 15 خليه متحدين مع بعض كل خليه اصلا كان اسمها مايو بلاست اللي جيت تكون من مصر سيل وبعدين لقوا الفانكشن بتاعتهم مش نافعه خالص وهي كل خلايا لوحدها فاضطروا ان هم ايه؟ فاضطروا ان هم فما علينا دي معلومه يعني كده على الهيج يبقى دي بسميها مالتي نيوكليت سيل ودي معظمها موجود في البون مارو في سكليت المصري في البون مارو عشان تصنع لي البلاد بليتس عارفين البلاد بليتس بتتصنع من مالتي نيوكليت سيل في خليه ثانيه اسمها اوستيو ضغط استيويد خليه كبيره ضخمه كده عملاقه موجوده في البون برضه الفانكشن بتاعها بتعمل فاجوسايتوز بس ما تقدرش تقوم بالفاجوسايتوز الا لو كانت مالتي نيوكليت سيل يبقى خلاصه الكلام ان انا اقدر اشوف النيوكليس بتاعتي بيزو فين اشوف النيوكليس بتاعتي ايه وحسب البيزو فين بحدد الاكتيفيتي اوف ذا سيل لو كانت الخليه النيوكليس بتاعتي غامقه قوي يبقى دي اكتب ولا ايه؟ اكتب عشان فيها لما اكون غامقه قوي يبقى فيها نيوكروماتين اكتر ولا هيتيروكروماتين اكتر؟ هيتيروكروماتين اكتر لما يكون فيها هيتيروكروماتين اكتر يبقى اكتب ولا ايه؟ اكتب سيل يبقى الليمفوسايت عارفين الليمفوسايت؟ الخليه بتاعت الليمفوسايت دي اكتب ولا ايه؟ اكتب ليه؟ بتعمل ايه؟ علشان تصنع بروتينز كتيره لازم تتحول الى بلازما سيل لازم تتحول لايه بلازما مين اللي بيطلع الانتي بوديز بلازما سيل عشان كده بلازما سيل اكتف لكن الليمفوسايت اكتف هي واحده او شبه الليمفوسايت ولما ابص على الليمفوسايت في خلايا بلاد الاقيها دارك ستين نيوكليس ليه علشان عكس البلازما سيل لما اشوفها في كونكتد تيشو الاقيها بين نيوكليس دي بين نيوكليس بالشكل ده علشان تيز بير اكتف سيل اوكي بس هنا واضح ان النيوكليس بتاعها فيزيكولار نيوكليس معنى ان هي فيزيكولار نيوكليس يعني فيري فيري اكتف سيل هل النيوكليس انا بقول النيوكليس سمول ودي ميديوم سايز ودي لارج حسب حسب اللي باقي من السيتوبلازم حسب اللي باقي هل باقي رم في السيتوبلازم يبقى النيوكليس بتاعتي لارج لو كان الفراغ كبير قوي في السيتوبلازم يبقى النيوكليس بتاعتي لو كان وسط هتبقى ميديوم سايز نيوكليس مش حسب حجم النيوكليس النيوكليس ممكن اوصفها بان هي سنترال نيوكليس بالشكل ده لكن لو كانت ما هياش سنترال اوصفها على ان هي احيانا اوصفها ان هي بيزل واحيانا اوصفها ان هي هيليكال ليه ما وصلتش دي بان هي بيزل او هيليكال؟ عشان بيزل التمبرين هي اللي بتخليني اوصف النيوكليس بتاعتي ان هي بيزل نيوكليس او هيليكال نيوكليس دي وصفتها بان هي بريفرال نيوكليس ما تقدرش
مقصود او صفه علنيه اكسنتريك لان الخليه بتاعتي ما هياش راوند. الخليه بتاعتي ما هياش ايه؟ راوند. السكيتال ماسل بوصف النيوكليس على ان هي بريفرنس. يبقى دي اللوكيشنز اللي ممكن اشوف فيها انشيرت. غير الالكتروميكروسكوب احنا قلنا بس خلينا اول نتكلم على النيوكليس امبرو. بقول ان النيوكليس بتاعتي دبل ممبرين زي ايه؟ زي الكوندر. طيب هل نقدر نوصف النيوكليس على ان هي واحده من الست اورجانيز؟ طب ليه ما وصفناهاش ما عندناهاش ليه الست اورجانيز؟ مش بس طيب بعد ما خلصت الجوله كده من جوله بقى نقدر نوصف النيوكليس على ان هي واحده من الست اورجانيز؟ انت بتاعت الرأيين بس الغالب ان هي ما تتوصفش ابدا على ان هي واحده من الست اورجانيز. نادر قوي لما تلاقي كتاب بيعد الست اورجانيز ويحط النيوكليس منهم. ليه اصلا يطلع يخبط الملك او الرئيس مع ده حاجه ضخمه جدا. هو ده مثل ما تقول النيوكليس دي سيستا يعني هي الخليه. في غياب النيوكليس الخليه الحيه ما بتقدرش تواصل معايا زي الابيسيس كده. خلاص دي لها تاريخ صلاحيه هينتهي بعد فتره محدده. ليه انا مش لاقي النيوكليس تعمل لي سبورت؟ اوكي؟ يبقى النيوكليس هي حياه الخليه لان احنا قلنا النيو فانكشن في سيل از كورتنس اس روتين كله علاقه ليه علاقه بايه؟ بالدي ان ايه اللي موجود جوه النيوكليس. لكن النيوكليس بتاعتي بتبقى دبل ممبرين. هذا الدبل ممبرين زي بالونتين جوه بعض. دخلت بالونتين جوه بعض وبعدين مليت البالونه اللي جوه فيه جروب كروماتيك او بالكروماتيك اسيد فسميناها نيوكليس. ده معناه ان مفيش اي حاجه تقدر تدخل وتخرج من النيوكليس بس دي مش حقيقه. الماكرومولكيولز بتدخل من النيوكليس عشان كده التو ممبرين يجوا يعملوا لحامات مع بعض يعملوا لي ان بتوين موجود بولز. موجود ايه؟ بولز بسميها نيوكليار بولز. السي ممبرين دي بولز؟ البروتين. هل السي ممبرين بتاع البراكسلية ده في بولز زي النيوكليار امبرو ما في بولز؟ بروتين بولز. بروتين بولز الانتجرال بروتين بيعمل بولز. ايوه كان هو كده من الاتش تو او بيدخل منها الاتش البروتين تجري البروتين والايونز لا العشره سيلبريم مفيش فيه بولز. ايه هذا هو بولز اكسبت جاب جانكشن اكسبت ايه؟ جاب جانكشن. والجاب جانكشن بتبقى ما بين خليه واختها مفيش جاب جانكشن في الشارع مفيش جاب جانكشن في ايه؟ يعني مش انا مثلا انا مولوكيول كده لقيت نفسي غلط وما الاقي جاب جانكشن اخد منه لا مفيش الكلام ده. لكن انا عايز انقل حاجه ما بين الخليتين اعمل ما بين الخليتين ايه؟ جاب جانكشن. اللي بيصنع الجاب جانكشن ده بروتين محدد. قلنا 6 مولوكيولز من هذا البروتين لما يتفاعلوا مع بعض اوتوماتيك كده هندسيا يسيبوا بينهم انبار 6 مولوكيولز يعني فراغ صغير. هذا الفراغ الصغير بيسمح بمرور الالكترولايت ومرور ايه؟ يبقى الجاب جانكشن بيعدي ايه؟ الالكترولايت لكن ما يعديش الماكرومولكيولز. اما البورز اللي موجود عشان كده سميناها البورز ما سميناها ايه؟ جاب جانكشن. اما في النيوكليس فانا بعدي مولكيولز كتيره قوي. انتوا فاكرين الرايبوسوم؟ مش كان مولكيول كبير كده بيدخل جوه النيوكليس وبعدين يبقى بعمل ويطلع بره النيوكليس؟ ينفع عايزين حاجه زي الجاب جانكشن؟ ما ينفعش عشان كده ربنا كده بورز. بس البورز دي برضه بيني وبينك يعني تعتبر نقطه ضعف في النيوكليس اللي الشده والورده تبقى عند الريس وده ما ينفعش صح؟ لازم نعمل حراسه مش كده. يبقى عندي تو ممبرين اوبر ممبرين وانر ممبرين. الانر ممبرين الاحظ ان بيتكون عليها من جوه طبقه من البروتين. طبقه من ايه؟ من البروتين. هذه الطبقه من البروتين بسميها فايبرس لامينا اوف بروتين.
بسميها ايه؟ فايبرس لامينا اوف بروتين. فايده الفايبرس لامينا اوف بروتين دي مهمه جدا. ليه؟ لان احنا ممكن نتخيل ان انا عندي في النيوكليس دي 46 كروموسوم، صح ولا غلط؟ احنا بنسميهم كروماتين بس هم اكشوالي عباره عن يعني كل دي ان اي مولكيول، مش احنا قلنا دي ان اي والكروماتين والكروموسوم زي حاجه واحده، يعني كل دي ان اي مولكيول عارف نفسه هو فيه، يعني كل كروموسوم عارف نفسه جوه النيوكليس هو فيه. هيقعد فين؟ يقعد هنا ولا يقعد هنا ولا يقعد هنا ولا يقعد هنا؟ حسب ايه؟ الاكتيفيتي اوف ذا سيل. مين اللي بيحدد للكروموسوم الكراسي اللي هيقعد عليها؟ هو البروتين ده اللي اسمه ايه؟ فايبرس لامينا اوف بروتين. ده موجود فين؟ على الانر ممبرين. اما الاوتر ممبرين فاحنا قلنا ان هو كونتينوس مع الاندوبلازم مع الار ان ايه. النيوكليار موزن حكيت لكم شويه ما بتبقاش سداح مداح، لكن بيبقى عليها حراسه مشتته. 8 افراد قاعدين بره و8 افراد قاعدين جوه، والاثنين مع بعض بيشتركوا في السلاح. ليه؟ علشان يحموني النيوكليار دي ان ايه من الحاجات اللي بره. يبقى انا فراغ مش هسيبه برضه، هحط عليه بلاد من الكوتين. يعني علشان اعدي حاجه لازم اشيل البلاد دي واصغر دي. طبعا ده ما بيحصلش غير استريكشن. يعني لو كان الحاجه مسموح ليها ان هي تدخل النيوكليس هيحصل الريأكشن ده. لو كان مش مسموح ليها وبالتالي عملت بروتكشن في الدي ان دي النيوكليس. طبعا لما تشوف الصوره دي بقت واضحه عشان كمان النيوكليوس كل واحد طالع منه سبايك بالشكل ده علشان يقلل الفراغ وبعد كده يقلل البلاك ده. البلاك عايز اعلي حاجه هشيل البلاك دي واعدي اللي انا عايزه. ايه بقى فانكشن اوف نيوكليار بول؟ طبعا الناس اللي جابها لي ان ايه لازم يعدي من نيوكليار بول، لازم اعمل فتحه كبيره عشان اعدي منها اعدي منها في الميسنجر ار ان ايه. الرايبوسومز داخله وخارجه عن طريق النيوكليار بول. الاستيمولاي ايه بقى الاستيمولاي؟ وليكن مثلا زي ما ضربت المثال الجروس هرمون. هو الجروس هرمون ده الخلايا اللي بتفرزه ولا بيجي لها من بره؟ بيجي لها من بره. طب لما يقول الخليه بيقول الخليه ايه؟ هو عايز يعمل جروس صح؟ مش هو اسمه جروس هرمون؟ وطبعا موجود عندنا كلنا مش مع الاطفال بس موجود. بيقول الخليه ايه؟ عشان يعمل جروس. Divide او increase in size او الاثنين مع بعض. مين اللي بيقول؟ الجروس هرمون. ده من بره الخليه ولا من جوه الخليه؟ من بره الخليه. طيب لما جه يدخل الخليه دخل الخليه ازاي؟ عن طريق الريسبتور. بعمليه كنا بنسميها ريسبتور أو ريسبتور ميديتد اندوسايتوز. فاكرين الحكايه دي؟ دخلت البروتوكول بتاعي اللي اسمه جروس هرمون لجوه الخليه بقى جوه السيتوبلازم. يا ترى الجروس هرمون ده هيروح لمين في السيتوبلازم عشان يقول له والنبي عشان خاطري بس خلي الخليه بتاعتنا دي تنقسم او تنقسم؟ هيروح للدي ان ايه؟ يعني السيتوبلازم ملوش علاقه بالجروس هرمون. يبقى لازم يوصل لمين؟ يبقى لازم يعدي من خلال الجوز. يبقى الحاجات اللي دخلتها في السلم الجيد وليها فانكشن على النيوكليس هتعدي من خلال الجوز. عايز اقول لك ان هنا الماكرو مولكيول لما حب يدخل جوه النيوكليس لجأ للريسبتور ميديتد اندوسيتوزس. لا ليه؟ عشان في جوز. طب ليه لما جه يدخل الخليه من الاول ما دخلش عن طريق الفول؟ عشان ما فيش فول. عرفت ايه فرق ما بين النيوكليار امبرو والسن برين؟ فرق كبير طبعا. طبعا الوصف هنا في ايه؟ الفول. ايه يا ابني زرقان ليه؟ انا مش عارفك؟
كروماتين. فدي النيوكليس اسم الالكترو مايكروسكوب واضحه واضحه النيوكليس ريمبر واضح من بره دبل ميمبرين الانر ميمبرين طبعا على الفايبريز بروتين اللي هو محدد لي اماكن الكروموسومز لكن اللي بره كونتينيوس مع الار ار دايما الخليه بتاعتي لو قلبت الاقيها بالصوره دي وده كان سؤال شهير جدا لما كان عندنا في امتحان الجسم ايه الكاركترز بتاعت الاكتف سيل رقم واحد النيوكليس بتاعتي بين نيوكليس ليه عشان عندي عدد ضخم من الجينز الاكتف وبالتالي هيبقى عندي اكستندد كروماتين اكتر من الهيتيرو كروماتين يبقى ده النيوكليير ميمبرين ودي النيوكليير بورز واضحه والنيوكليولاس بقى اللي ما اتكلمناش عليها هي الاستراكشر اللي انا شايفه جوه النيوكليس دي بس النيوكليولاس انا بركز من دلوقتي ملهاش نيوكليولار امبر ملهاش ايه؟ يعني هي مجرد كروماتين بشوفه جوه النيوكليس فانا بسميه نيوكليولاس بس ما هياش استراكشر بالمعنى ما هياش الجانب اللي هي مين؟ النيوكليولاس الكروماتين فين الكروماتين؟ كل اللي انا شايفه جوه النيوكليس اسمه كروماتين واللي انا مش شايفه برضه كروماتين برضه كروماتين يبقى اللي انا شايفه كروماتين واللي مش شايفه ايه اللي مش شايفه هو النيو كروماتين ماشي يبقى اللي انا مش شايفه هو ايه اللون الابيض ده هو النيو كروماتين اللون الغامق اللي لونه غامق هو الهيتيرو كروماتين بياخد ثلاث اماكن المكان الاولاني يلزق على الفايبريلاس بروتين ونسميه بريفرال هيتيروكروم نسميه ايه النوع الثاني او الهيتيروكروم الثاني الاقي دايما اسوشيتد بالنيوكليولاس او مسميه نيوكليولاس اسوشيتد هيتيروكروم هي الدكتوره بتتكلم عليه ده بعد المحاضره برضه ولا خلاص مشيت على كده يبقى انا عندي الهيتيرو كروماتين حاجه من ثلاثه حاجه الاوليه يكون على البريفري اسميه ايه بريفرا حاجه ثانيه يكون اسوشيتد بالنيوكليولس اسميه اسوشيتد بالنيوكليولس اسوشيتد بالهيتيرو كروماتين النوع الثالث يكون ايلتس من الهيتيرو كروماتين موجوده جوه الهيتيرو كروماتين اسميها ايلتس اوف هيتيرو كروماتين يبقى انا عندي كام نوع من الهيتيرو كروماتين واحد صح؟ نيوكروماتين هو نيوكروماتين هو اللي ثلاث انواع حسب الجغرافيا مش حسب حاجه ثانيه طب هيجينا بالتفصيل طيب ايه الصوره اللي قدامي؟ نيوكروماتين ولا هيتيروكروماتين؟ كروموسوم ليه؟ اصل الخليه دي انا لما جيت اصورها صلص ضغطها وهي منقسمه فالكروماتين بتاعها حصل له كوندنسيشن فبقى عندي جزء صحيح كروماتين لكن معظم الكروماتين عندي تحول الى هايلي كوندنسيشن اللي انا بسميه كروموسوم يبقى انا عايز اقول لكم ان الكروموسوم والكروماتين حاجه واحده المثال الشهير بتاعي زي البيتزا اشوفها ازاي على بعضها يبقى ده ايه؟ كروماتين لما اقطعها 46 قطعه يبقى ده اسمه ايه؟ كروموسومز بس هي دي كل الفكره يبقى دي بسميها مايتوتيك فيجر يعني ايه مايتوتيك فيجر؟ يعني اصطدمت النيوكليس وهي في مرحله الانقسام فسميتها مايتوتيك نيوكليس فيزيبل اند سيل ديفيجن دي الكروموسومز صوره مكرره عندنا يبقى ايه الفرق بين الهيتيرو كروماتين والنيوكليس؟ بيقول لك ان الهيتيرو كروماتين اكتف يبقى له كروماتين ايه؟ صح طب بيقول لك ان الهيتيرو كروماتين هاي كاري يبقى ده ايه؟ مش هاي كاري ولا اكستندد؟ اكستندد طب باللايت مايكروسكوب بشوف وبشوف الهيتيرو كروماتين ديبلي ميزوفيلي زي الليمفوسايت اما في الجلازما سيل اللي غالبا له كروماتين بتبقى ايه؟ بتجيب بيزوفيلي لايت سيل او لايت بيزوفيلي صح؟
بدلت الميكروسكوب بشوف الهيتيرو كروماتين. فاكرين الثلاث انواع من الهيتيرو كروماتين كان بيبقى عباره عن ايه؟ كوس جنس الكترون جنس جرانولز. فاكرين الجينز لما حصل لها ان اكتيفيشن كانت المنظر الكترون جنس جرانولز. اما النيوكروماتين لو شفته بالالكترون مايكروسكوب اشوفه ايه؟ اشوفه فاين الكترون ليوسف عكس الكترون دنس. مظبوط؟ طيب في البروتين سينسز الهيتيرو كروماتين ايه علاقته بالبروتين سينسز؟ مالوش اي علاقه بالبروتين سينسز لان الجينز اللي عليه او ما فيش جينز خالص. هو كام في المية من الدي ان ايه اللي عليه جينز؟ يعني انا عايز اقول ان هناك طويل يعني كل من هنا لحد المقصورة ميترز يعني دي ان بالميترز كم من الميترز دي عليها جينز وكم معلوش جينز؟ طب بلاش الغالب ايه؟ 5% او 6% من الدي ان ايه هو اللي عليه جينز والباقي مفيش عليه. هو نقطة البوليس النيوكليوس ما هيش ستراكشر. لك انا اوصفها ان ذا مارت بروماننت ستراكشر ابير ان ذا نيوكليوس. خلاص يبقى اي حاجه هشوفها واضحه جوه النيوكليوس لو شفت 3 4 واضحين جوه النيوكليوس اوصف مين ان هي النيوكليوس الموست بروماننت. الموست ايه؟ الموست بروماننت هي الموست بروماننت ستراكشر في النيوكليوس. حد عارف الفانكشن اوف ذا نيوكليوس؟ بتصنع الريبوسومال ار ان. طيب تعالوا كده نرجع مره ثانيه للخلايا بتاعت البنكرياس. قلنا الخلايا بتاعت البنكرياس بتصنع انسولين، لكن الميلانو سيل بتصنع الميلانين. يا ترى الجينز اللي موجوده في الميلانو سيل الجين اللي مسؤول عن تصنيع الميلانين ده جين واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا عشرة؟ جين واحد. زميلي بقول عشان لو واحد يعرف اللي لقيت ايه. طيب كلام سهل. طب اللي بيصنع الانسولين واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا عشرة؟ عشان لو واحد عدل بس مش الحقيقي. البيبي لو اتولد الجين بتاعه مضروب خلاص بقى عنده ضيق. طيب وين؟ كده يعني انا بتاكل يعني ما بقدرش اعالجه غير لو انا اديته انسولين. ده معناه ان هو عنده كام جين؟ واحد. صح. وكذلك معظم البروتينز بتاعتي لما اجي على الريبوسوم الار ان اي والاقي ان الاكتيفيتي اوف ذا سيل كلها ريليتد بالريبوسوم ما عادش ينفع احط بالخليه جين واحد يصنع الريبوسوم. لان لو الجين ده عطل مفيش خليه. صح؟ وربنا سبحانه وتعالى بيخلق ناس سيل وسنس وجين كلهم شبه بعض وكلهم مسؤولين عن تصنيع الريبوسوم ار ان اي. موجودين فين الجينز دي؟ موجودين زي سبيرسيف كده على الكروموسومز؟ لا. موجودين في كروموسومز محدده. الكروموسومز دي بسميها اكرو سنتريك كروموسومز. فاكرين الكلمه دي؟ فاكرين الاكرو سنتر اللي السنتروميد بتاعها بتطبق لحد فوق ايه دول؟ اكرو سنتر اللي هو الكروماتين ده فيه اكرو سنتر كروموسومز. يا دكاتره 46 كروموسومز موجودين بس احنا مسميينهم كروماتين احنا اللي مسميينهم. هي ملهاش اسم نيوكليوس لكن هي جواها 46 انا مش شايفهم صح بعيني ولذلك اضطريت ان انا اسميهم كروماتين. موجود فيهم اكرو سنتر كروموسومز؟ يس. ايه بقى اكرو سنتر كروموسومز دي؟ ما هي الكروموسوم رقم 13 و14 و15 و21 و22 اسمهم ايه؟ اكرو سنتر كروموسومز. شويه منهم سمول وشويه منهم ميديم سايز مش لارج. شويه سمول وشويه ايه؟ ميديوم سايز كروموسوم. طيب الجينز اللي مسؤوله عن تصنيع الريبوسوم الار ان اي موجوده على اكرو سنتر كروموسوم. بس اكرو سنتر كروموسوم في حته صغيره فوق بس
بنسميها الشوط الارض، وفي حته كبيره قوي تحت اسمها الشوط الارض. يا ترى الجين دي لو كتبت جين اس جوه النيوكليس هلاقيهم فين؟ على الشوط الارض ولا على اللونج ارض؟ على الشوط الارض. على ايه؟ الشوط الارض. يبقى الجينز بتاعت الريبوسوم الار ان ايه موجوده فين؟ على الشوط الارض صح؟ على الكروسوم الكروسوم. يبقى اذا انا عندي فانكشن محدده ليه استراكشرز مختلفه. طب ايه رايكم؟ سيبهم متفرقين جوه النيوكليس ولا نجمعهم مع بعض؟ ايه نجمعهم؟ ونحطهم في ايه؟ لما تحطهم مع بعض يبانوا عندي انا في صوره كروماتيوليس. في صوره ايه؟ يبقى هي النيوكليولاس اكروسنتريك. هي الشورت ارمز اوف اكروسنتريك بتاعت الفايف اكروسنتريك كروموسومز. يبقى هي النيوكليولاس الشورت ارمز بتاعت الاكروسنتريك. ايش معنى؟ علشان كل الشورت ارمز بتاعت الاكروسنتريك كروموسومز عليها ساوسنس جينز مسؤوله عن الريبوسوم الارني. وبالتالي لما اجي اتكلم عن الفانكشن بتاعت النيوكليولس بقول الفانكشن بتاعت النيوكليولس هي ايه؟ تصنيع الريبوسوم. تصنيع ايه؟ الريبوسوم. تصنيع طبعا عمليه متداخله يعني. طيب طبعا واضح النيوكليس وجواها النيوكليولس. طبعا واضح ان دي النيوكليولس. بس بص معايا علشان مش هتكرر الصوره دي في كل مره ثانيه. الاقي النيوكليولس بتاعتي كاستراكشر بقى خلاص ما عادش ليا دعوه بالكلام اللي انا قلته قبل كده خالص. انا هبص على النيوكليولس الاقي فيها حتت فاتحه صح ولا غلط؟ اللي بيتفق اللي مش بيتفق معايا يرفع ايده عادي جدا. احنا ديمقراطيين. فيها حتت فاتحه في حتت ايه؟ يا ترى ايه الحتت الفاتحه دي؟ لا هي كلهم كده على بعض. هي الاستراكشر كده على بعضيه هو الشورت ارمز. اوكي؟ لكن لما اقول لما الاقي جوه الشورت ارمز في حتت فاتحه اعرف ان دي ايه؟ دي الكروماتين بتاع الشورت ارمز اللي هي بتصنع الريبوسوم الار ان ايه اكستندد بارتس اوف دي ان ايه والباقي هيتيروكروماتين. ما هو ده معلومه برضه حد تعرفوها عن كل الاكروسنتريك كروموسومز معظمها الكيلوكروماتين بما فيها الواي كروموسوم. بما فيها ايه؟ يعني الواي كروموسوم بتاعك من الاخر عشان ما تبقاش تفتكر بيه قوي يعني تبقى عارف ان معظمه ايه؟ هيتيروكروماتين. لكن الواي كروموسوم ما بيشتركش في تصنيع النيوكليولس بالرغم ان هو اكروسنتريك كروموسوم. يبقى اذا في عندي جزء فاتح اهو وعندي الباقي غامق. ده بالنسبه لايه؟ للنيوكليوس مايكروتيوبيوس. مايكروتيوبيوس مايتوتيك مايتوتيك دي النيوكليوس. ودي برضه من الاظن واضح هنا بقى ايه؟ الفتحة والحتة الغرب دي الأكروسنتريك كروموسومز أهي. كنت قاعد نفسي على الفور 13 14 15 21 دول ميديم سايز ودول سمول سايز. لو تخيلنا إن دي النيوكليس وهي في الانترفيس يعني انترفيس non-dividing يعني non-dividing قبل الديفيجن ولا بعد الديفيجن؟ اسمها انتر بين 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 يبقى اي فانو
خيالي. لكن الكروموسوم رقم 13 و14 و15 و21 و22 كان الشورت ارمز بتاعته موجوده فين؟ النيوكليولس. لو انا شلتهم يبقى انا شلت فضيت النيوكليولس. طبعا كل الكروموسوم اللي بيتمثل باثنين فبتستمر معايا في ايه؟ يبقى ايه تعريف النيوكليولس؟ ها؟ the most common expression inside the nucleus. طبعا فيها رايبوسومال ار ان اي وفيها بروتين زي هيستونز موال طبعا هيستونز. بس لما اتكلم عن النيوكليولس وفيها بروتين كده لوحدها يبقى دي البروتين اللي جايه منين؟ من السيتوبلازم علشان اربطها بالايه؟ يبقى النيوكليولس فيها ار ان اي وفيها بروتين. باللايف ميكروسكوب بتبقى دي بي بيزوفيلك. بتبقى لما اشوف النيوكليولس بوضوح يبقى الخليه بتاعتي اكتف ولا ان اكتف؟ اكتف ان اكتف في معلومه قلتها لكم كده على السريع ان معظم الدي ان اي عباره عن خاصه اللي موجود فيه الاكروسومز. اوكي لما اشوف النيوكليولس بتاعتي واضحه ده معناه ان النيوكليس نفسها لكن لو كانت النيوكليس بتاعتي بارك هتبقى زيها زي النيوكليولس يبقى ما اقدرش اشوف. يبقى لما اشوف النيوكليولس بوضوح جوه الخليه بالشكل ده سواء كنت بتكلم باللايت او بتكلم بالالكترون يبقى انا بتكلم عن اكتف سيل ولا ان اكتف سيل؟ اكتف سيل. ده احيانا من كتر الاكتيفيتي بتاع الخليه ما بيكفيهاش انها تكون نيوكليولس واحده مش هتكون بالوظيفه زي ما هي عايزه تقوم تضطر تكون جواها النيوكليولس الالكتروميكروسكوبي ده فيها ثلاث اماكن. المكان الاولاني فاكر اللي هتكتبوا عنه شويه ده واللي بسميه نيوكليولس اورجانيزم جريد. ده الشغل ده الجزء الفعال في النيوكليولس ده اللي بيصنع الرايبوسومال ار ان اي. في جزء ثاني جرانولار وفي جزء ثاني فايبريلا ما اقدرش اوريه لكم قوي تحت في الصور بتاعتنا لكن ده الجزء فتح كده طبعا انا مزود لان مفيش حاجه باينه لكن على اي حد بيبقى بيت ريجن وده اللي موجود فيها الايه؟ ايه؟ لا لازم نقرا الكلمه دي جينز صح؟ اللي موجوده على ايه؟ الاكروسوم على الشورت ارم بتاعت الاكروسوم الاكروسوم الكروموسومز اللي هي رقم 13 14 15 10 حفظنا احنا الكلام ده المكان اللي بيحصل فيه الترانسكريبشن ده مكان الاكتيفيتي بتاع النيوكليولس اللي هي حته الفتحه الصغيره دي بسميها اورجانيزنج ريجن. بسميها ايه؟ نيوكليولر اورجانيزنج ريجن. لكن الجرانولر كومبوننت ده اللي فيه الماتشور الرايبوسوم ده اللي انا حصل في تفاعل بين الرايبوسوم وبين الرايبوسومال ار ان اي. الفايبريلا تقدر تعتبره اللي هو انا سيري كروجن دي عباره عن ايه؟ لان ليدنج ستراكشر يعني نوميناتور يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟
صنع كربوهيدرات ملهاش اكتيفيتي. It has no اكتيفيتي. هي اللي احنا بنعمل عليها الاكتيفيتي. واضح ان اشهر حاجه عندنا طبعا الثنائيات كلها ستورد فود وبيجنس. ستورد فود يا اما كربوهيدرات يا اما ليبس. البيجنس يا اما اكزوجنس يا اما اكزوجنس. بنتكلم عن حاجتين كاربون بارتكلز كاروتين. والليبس بنتكلم عن حاجتين الاكزوجنس اساسا بنتكلم عن هيموجلوبين وميلانين. السؤال اللي بيجي لنا كتير جدا في الام اس كيو من كل الاستراكشر سي او من كل الديجنس تي وات از ذا موست امبورتنت بيجمنت وات از ذا موست اباندنت بيجمنت الهيموجلوبين از ذا موست اباندنت اند موست الليبروبين اند الليبروبين طبعا ليه الدروب بتبقى موجوده جوه خلايا متخصصه في الليبر بنسميها اللايكوسايت اللي شفناه البيبي اللي احنا شفناه ده سندروم على فكره بسميه ايه؟ بسميها لايكوسايت محدده في السكن وحواليه الاورجن ده بالنسبه للايه؟ امال الكربوهيدرات الام متخزنه فيه؟ فات سيل بتخزن الليبيدز شطر لكن الكربوهيدراتس في الليبر والماسلز في الماسل يبقى متخزنه فين؟ في الكارديو تاور موجوده في الليبر وموجوده في السكيتون هل اقدر اسبو الكربوهيدراتس اللي مدروسين ولا شيء؟ ليه؟ عشان بيدوا اسلاب عشان كده بس هو حاجه اسمها ده كاروتين امتى الواحد يبقى كاروتين بالشكل ده لما الدكتور او بيتكلم عن النيوتريشن في مصر لو اللي بيوصف النيوتريشن للمريض بتاعنا واحد مش متخصص ووصفه السلطه بتاعته كاروتين كتير اكتر من اللازم شيء طبيعي لما يجي لك بعد كده في العياده بتاعتك هتلاقي لونه اصفر او برتقالي او جزر جزر لايك ماشي ليه لان الخلايا بتاعته دخل لها بيجمنتس كتير وفيتامين دي فاضطرت تعملها ستورج جواها فبانت في صوره كالوريشن سواء كان طبعا واخد بيجمنتس دي نيشرال او حتى عن طريق مويه الكربون بارتكلز دي اشوف الخلايا بتاعتي ايه ما تقوليش من الميتابوليزم لان الميتابوليزم بتاعي ما بيطلعش ابدا كربون بارتكلز ممكن يطلع CO2 او CO3 ماشي لكن عمره هيطلع كربون بارتكلز والكربون بارتكلز غير الكربون قبل يعني دي ملهاش علاقه بدي كربون بارتكلز دي بارتكلز كبيره كده بيحصل لها فاجو سيتوزيس وتتخزن جوه الفاجو سيتوزيس امتى؟ بناء عند الكربون بارتكلز في سموكرز مين اللي هياخد الكربون دي علشان تخلصنا منه في الموديول الاولاني انا عارف شغالين بالموديول احنا اخدناها في الموديول الاولاني وكنا مسميينها دست سيلز مين ايه؟ دست سيلز كانت واحده من السيستم الكبير اللي اسمه مونو نيوكليار فاجوسيتيك سيستم الخلايا الموجوده في اللنج اسمها ايه؟ دست سيلز هتبدا تاخد الكربون بارتكلز وتخزنها جواها على امل انها تخلص منها في يوم من الايام بس طبعا صاحبنا السموكرز ان هو طفل فعمال يتخزن مش قادر تخلص فبتخزن تخزن تخزن تيجي تاخد سكشن في اللنج بتاعته لاي سبب اسباب تلاقيها مليانه كربون بارتكلز مليانه ايه؟ كربون بارتكلز لكن افكتو ما تضحكوش قوي افكتو زمان غير دلوقتي افكتو زمان كنا بنستخدم ليه ابر بالشكل ده علشان اجيب الانك الحب اللي بيعمل افكتو واعمل له انجكشن جوه السكن علشان اعمل بيرم سبكوتينيوس طبعا طبعا
اخوانا المسيحيين لسه لحد النهارده بيستخدموها في الكروس، مش كده؟ ولا فين المرض؟ هي نفس الفكره دي، بعمل انجكشن للحبل جوه السكن، فالخلايا اللي اسمها فاجوسيتيك سيل بتاخد الحبل جواها، كل ما تنقسم تلاقي جواها الحبل، يبقى تفضل على طول المكان ده لان بتحتروا فيه الكيراتينوسايت، وبالتالي هتفضل طول الوقت واخده نفس ده بن مش لازم حاجه يعني ده ده واحد ناس بيسموه.